العراق، كردستان تودع زعيمها الروحي، شخصية بارزة تلقي خطاب هام ثم تختفي عن الأنظار. بداية العام يشهد موت شخصية مهمة، فضيحة جنسية تلاحق عضو برلماني، مسؤول يلقى حتفه خارج البلاد، إعلامي مشهور ومقدم برامج سياسية يتعرض للإهانة أمام عدسة الكاميرا، قناة فضائية تبصر النور سيكون لها دور مميز في المشهد السياسي القادم، الحشد الشعبي هذه المرة في السيدة زينب، العين تدمع لرحيل مخرج سينمائي شهير من الرواد، حريق مستشفى اليرموك يتكرر بمستشفى آخر بنفس الصيغة والهيكلية، دماء تسيل في باحة الجامعة التكنولوجية، شتاء وصيف بغداد يشهدان أعلى ارتفاع وأدى انخفاض بدرجات الحرارة لم يشهد له العراق مثيل، فرحة جماهيرية بتحرير مدينة الموصل يعقبها اغتيال شخصية مهمة، الخنجر والميزان يسعان إلى إقليم سني سيحظى بمباركة أمريكية، الإعلام يتداول علي عدنان نجم الدوري الإيطالي، الوسط الرياضي يحزن لوفاة مدرب ولاعب عراقي سابق، بعيدا عن العمامة والرداء الديني السيد مقتدى الصدر لأول مرة بالبدلة العسكرية، تسجيل صوتي يثير من استغراب الشارع، هجوم انتحار يستهدف دورية أمريكية، اضطرابات أمنية في أربيل، خبر يخص وزير في النظام السابق يفرح البعض ويحزن الآخر، فندق الرشيد يتعرض لعمل مدبر، الرئيس الأمريكي في زيارة رسمية إلى العراق، انفجار سيارة مفخخة قرب قاعدة عسكرية في الموصل، تفجير مدبر في مكان ذا طابع ديني ينذر ببداية شرارة طائفية، اضطرابات عارمة في مدينة النجف، تحطم طائرة مروحية تودي بحياة جنود من قوات التحالف، العقار يرتفع بعد الإعلان عن تحرير الموصل ثم يعاود بالانخفاض والركود، السيد العبادي على الشاشة في مشهد كوميدي يحسد عليه، إبراهيم الجعفري خارج معترك السياسة، هاتف نقال يكشف أسرار وفضائح مسؤولين كبار، أثناء إلقائه كلمة يسقط من المنصة مغمى عليه وينقل إلى المستشفى. بعد التحرير اضطرابات وحالات انتقام بين أبناء العشائر في مناطق سيطرة داعش، في ظل ضعف القانون مدينة تسقط بيد أبناء العشائر، القائمة العراقية تعود بثقل وأياد علاوي على الأضواء، صورة السيد مقتدى الصدر في صحيفة داز شبيغل الألمانية الشهيرة، الخطر يلاحق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار، الصراع بين أبناء العشائر والاقتتال بين أبناء الطائفة الواحدة صورة المشهد العراقي القادم، استقالة أمينة بغداد من منصبها بعد سلسلة ضغوطات، يونس محمود يرشح لنيل منصب مرموق، وفاة لاعب كرة في أرض الملعب، أخبار سيئة عن مقدم استوديو التاسعة في البغدادية، الإرهاب يستهدف أحد مراقد الشيعة، زيارة الأربعينية كرنفال ديني ينضم إلى التراث الثقافي العالمي، التهديد الإيراني يساهم برفع أسعار النفط العالمية، والإقليم يهدد بالانفصال، حنان فتلاوي تخرج من دارة الصمت لتفجر قنبلة في مجلس النواب يهتز لها الإعلام، نقابة الفنانين تقيم حفل تأبيني لفنانة محبوبة، شخصية سياسية توضع تحت الإقامة الجبرية، الدبابات الروسية على أعتاب مدينة الموصل، بالرغم من التقشف وزارات تفتح بابها للتعيين، الكشف عن ملفات سرية تدين برلماني معروف بالتعاون مع داعش، مشروع المصالحة والتسوية يخفق والنتيجة تصفيات جسدية، حادث طائرة يغيب شخصية مهمة، مشاجرة وحذاء طائر
بوجه أحد النواب. الحكومة تصادق على قرار يقضي بإلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران.